الفيديو اللي جاي ده هو ده اللي مخليني مخنوقه منك صراحه. اللي جاي بقول لفايبك شخص مخنوقه لانه قمه الظلم. قمه الظلم. فيديو يفضل حضرتك، يفضل ورينا. وانا ما بحبش واحد يجي على واحده ابدا ابدا. فانا هاخد لها حقها منك النهارده. طيب ماشي، وريني مين ديت. من ديت وريني. هم كتير. اه بس بتقولي وريني حضرتك. اه مزواج. لا انت جاي عليا، والله العظيم جاي عليا، مش عارف ايه كرهاني كده، مش عارف في حاجه كده غريبه، مش عارف ده. ما انا قلت لك انا كره افعالك. ما انت افعالي انت مزواج. انت اتجوزت كام رقصه؟ اسمعيني يا ست، كام رقصه؟ طب ما اتجوزتش رقصات. انا اتجوزتش رقصات؟ انا ما اتجوزتش رقصات، ودي المفاجاه اللي اقولها لك حضرتك بالورقه وبالقلم. ايه رايك بقى حضرتك؟ امال شمس دي كانت ايه؟ مالها دي حضرتك؟ مش رقصه؟ اه رقصه. انا اتجوزتها؟ انت اللي قلت. قلت فين؟ اجيب لك فيديو بتقول فيه. يلا هقول لك كل حاجه دلوقتي، وريني حضرتك. هقول لك كل مفاجآت النهارده، شوف هتكرهيني ولا لا، بس عض ربنا اتكلمي الصح. بس حضروا الفيديو ده يا جماعه، هو ما كانش كلام عض ربنا. بس بعد الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي تنزلوا لي الفيديو اللي بيقول فيه انا اتجوزتها. ايوه طيب بص، يلا. كله النهارده موثق يا ست. معاك حضرتك، معاك معاك مع انا اسف. اتفضلي بالورقه والقلم. يلا نزلوه، ده انت حظك حلو ماشيه معانا. يلا يا باشا، يلا عشان مرزق. شمس كانت في الحلال؟ في الحلال. كانت في الحلال؟ اه. انت اول مره تعترف ان هي مراتك؟ اه طبعا. ايه ده بقى؟ ده واحده بتعيط. هو في حلال غير الجواز؟ انا ما نعرفوش. انا بقول لك اهو، عرفنا. ما انا بقول لك واحده بتعيط واخواتي هيضربوني بتاع والحكايه والراي يطلع يقول كده، واحد طلعت عادي. لكن لا في ورقه ولا في جواز ولا في اي حاجه. ولو في ورقه اعتبر انك في ورقه وانا قطعتها. مش في شهود، مش في محامي، هما فين؟ شمس انا بقول لك اهو، انا بقول لحضرتك اهو. ممكن اتكلم؟ اه اتفضلي. ممكن اتكلم؟ اتفضلي اتفضلي. اللي انت قلته ده اكتر من الورقه اللي بتتكتب. لا لا، ده اعتراف ضمني قدام العالم انك انت متجوزها. انت بس عشان في الحلال. هو في لعبة في الحاجات دي؟ في حاجه، في كتير قوي. في كتير قوي. ده عندك انت بس. ما انا عندي انا بس. انا بقول ما انا عندي. هو انت حضرتك، انا مش عايز اتكلم، بس انا اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لو في اي مفترجه وانا بعز حضرتك كدكتور ده، انا كنت قمت مشيت، لان انت مش حقانيه وعماله تجيبيني كده وجاي عليا وحاجات كده غريبه. انت بتساليني دلوقتي متجوز مش متجوز؟ ايه اللي يثبت متجوز؟ تعالى هنا اتفضلي حضرتك. مش حقانيه ايه؟ مش وانا اللي قلت ولا انت اللي قلت؟ انا بطلع اقول مثلا، وانا بتبلى عليك. طالع اقول ان انا كنت مجنون. وانا بتبلى عليك. طالع اقول مجنونه يوم السبت كنت مجنون. اي كلام في اي كلام. ايه اللي يثبت؟ معاكي ورقه؟ انت مش راجل وبالغ وعاقل ومسؤول وعن كلامك اللي انت بتقوله. لا لا، وانا قلت هطلع اقول كده عادي. بس ماليش دعوة، انت اعترفت رسمي اتخذت عليك ان انت متجوزها. وتمام، انا ما ينفعش اتجوز رقاصة، وانا بقول لحضرتك ما ينفعش اتجوز رقاصة. هي تطلع بقى تثبت بقى، معاكي ورقة؟ لا. طب هتقولي كسر الورقة اتقطعت؟ طب اتقطعت، مش كان في شهود؟ يعني ما كانش في الحلال، كان في الحرام؟ لا ما كانش في الحلال، وكانش في لا حلال ولا حرام. واحد لسه طالع من زي ما بيقولوا كده يعني بالبلد. يعني انا اصدقك دلوقتي؟ طب صدقيني خلاص، اثبتي ان انا كنت متجوز. لا انا بسألك. ولما بوست رجليا قدام الناس ده كان ايه؟ فين؟ لما بص رجليها. ده يدل على ايه؟ ان استغفر الله العظيم يا رب، انت واقف في يعني مع ناس ما يعرفوش ربنا. لما واحده تصورك او تشرب. بص رجليها ولا ده كان حد تاني؟ يعني انت تصوري حد ضربك على ايدك؟ مش انا بقول لك انت مزوخي؟ ايه، ما انا عايز اعرف ايه المزوخي ده. يعني مزوخي ده عشان بيحب يتذل. ايه مزوخي؟ بيحب يتصرف على انه مذلول. ده دليل انت بتنزلي كده، بتنزلي نزلته ليه ده؟ والنبي تقولي طيب؟ يا ستي اقول كلام عدل ربنا. مش انا عندي يعني الفيديو بتاعه وانت تبص رجلها ينفع ينزل؟ طب وهو الفيديو كان بتاع برلانتي اللي ينفع ينزل؟ انا بقى فيديو ده، لا ده انا بحلف لحد بالمصحف ان انا ما عملتش كده، لكن ده انت مصممه ان تنزليه لمصر كلها تقول انت بتعيط لها، بتعيط لبرلانتي. بعيط اشمعنى سامح لده وحاجر على ده؟ حاجر ده، انت بتبص رجليك على الارض. ايه ده؟ استغفر الله العظيم، ده قمه الذل دوت. عيب ان انت تعملي كده. يعني انت عارف انك كنت مذلول؟ ما حدش حتى بيعمل كده ابدا، فحرام يعني بجد. ده لو انا عملت كده انت قولي لي لا يا عم عيب وبتاع وكده، انت بنت ناس. لكن انت مش بنت ناس. لا عيب اللي انت بتقوله عليها ده. انا بقول لك كده عيب. ايه ومش عيب ان هي تتنزل فيديو زي كده لما انت بتاخد؟ عيب ولا مش عيب؟ اشمعنى ده عيب وده مش ده عيب؟ طب تعالى بقى وقول لي ده عيب ولا مش عيب. اتفضل نزلوا له الفيديو اللي بعده.